يعني ما فيك تبني المصنع على قطعة الأرض هاي، إذا بدك فيك تبنيه بالهواء، وفيك تعملي طيارة بالورقة اللي معك وتطيري بالهواء. بس كيف نسيتي هيك شغلة؟ أنتي ميت. بس أنا ما ميت، اللي هزم لميت. عرفت بشو عم تفكري؟ أنتي حاولتي تضحكي علينا، بس الدواء اللي عطيتينا إياه بلا فايدة. صح. وحتى العصير اللي قدمتيه ما فاد. لا لا، ولهيك كل الخطط اللي عملتيها ضدنا فشلت. ايه، شفتي شي مرة عصفور بيضل عم يدور على حبوبه ويلحقها لياكلها وما بينتبه حواليه لحتى يوقع بمصيده؟ كتير حلو انك تشوفيه. تركت موبايلي بغرفتك بالغلط، او انت هيك فكرتي بالغلط، وشفتي رسالة المحامي على موبايلي بالصدفة، او انت هيك فكرتي وقت قريتي هديك الرسالة فكرتي انك رح تقدري تاخدي وراء الارض، بس كنت عم اخدعك. شو صار؟ مصدومة لأنك انكشفتي قدامنا؟ أنت مانك الزوجة المثالية ولا الكنة المنيحة. مثل ما كنتي عاملة حالك هي تمثيلية. كيف فيكي ما تفكري شوي؟ ساركار الزلمة اللي على اسمه تسمت هي القرية واللي كل أهل هي المنطقة بيرشفوا قدامه، وفكرتي حالك فيكي تضحك عليه بسهولة؟ مفكرة فيكي تتحدي كبير قريتنا؟ ها؟ نسيت قلك شغلة كتير مهمة. أمي قالت لي أطلع شوفها على السطح. آه. تعرفي مين عملت حالها هي البنت الغريبة أم شعر قصير؟ هي عملت حالها ساجون، كانت مفكرة أنه رح خربط بينه وبين ساجون ووقع على وراء الأرض بهي البساطة. بصراحة بذكائك ألهمتيني لأكتب بيتين شعر، هلأ ألفتن. هذه الفتاة أميرة أم ملكة جمال أم من تكون؟ هذه الفتاة لديها أجمل عيون، ولكنها للأسف نسيت أن تضع عطرها المفضل الجميل الجميل الجميل. جوا بيت ساركار ما في ولا مرة قدرت تواجه رجال، وما رح يصير هيك. طيب خلصتي هلأ؟ فكرتي فيك تهزمينا على أرضنا؟ قولي اليوم وقت انت تجرأتي تطلعي برات بيت ساركار انت ما تحررتي. الحقيقة انه عائلة ساجوان صاروا احرار بعد ما تركتي البيت، ومن بعد اليوم اذا بتتجرأي تجي على ساركار بور لا تفرجيني وشك، وقتها رح خرب حياتك وحياة عائلتك كمان. لهيك بنصحك انه ترجعي من محل ما اجيتي. روحي من قريتنا ولا ترجعي.